ونعود إلى ضيفي في الاستديو السيد عادل مرعب، مدير شريك في شركة تريد يور ماركت. يعني عادل، كنا تحدثنا عن أداء السوق الإماراتية، ولكن بالنسبة لقطر فاليوم ربما شهدنا بعض التراجعات، ولكن بداية يعني بشكل عام، منذ بداية العام ونحن شهدنا ارتفاعات بالنسبة للمؤشر القطري بلغت حوالي 18%. اوكي، اما بالنسبه لو قارناها في دبي كانت الارتفاعات باكثر من 64%. ربما كان دبي هو احد اسواق افضل اداء الاسواق عالميا. بالنسبه لقطر، هل تعتقد بانه قد نشهد اختراق لمستويات 10,000 من جديد؟ بتصور هون بس من ناحيه يمكن التباين بين البرفورمانس لقطر او اداء قطر مقارنه مع الامارات. اليوم نحن يعني من المهم انه نشير كمان للسنوات يعني الماضيه. اليوم من بعد مشكله 2008 الكرايسيس والتراجع الشديد اللي شهدناه بمختلف اسواق المنطقه، قطر كان من الافضل اداء ب 2009 و2010. شفنا بعدين 2011 2012 المؤشر يمشي بثبات نوعا ما بشكل يعني افقي، ولكن بهي المده نفسها كان مؤشر دبي يتخلف بشكل كبير. يعني اليوم اذا ما نظرنا الى فتره 2009 2013 لا زال قطر يعني يتفوق على دبي، ولكن يمكن بهالسنه بالذات لانه دبي او السوق يعني اسواق الامارات بالاجمال تخلفت بشكل كبير، شفنا ارتداد او عمليه لحاق سريعه جدا. بالنسبه لما اذا كان قطر سيخترق مستويات ال 10,000، انا بتصور يمكن اذا بدنا نطلع من هلا لسنه بالتاكيد نحن نرى المزيد من احتماليه الارتفاع، ولكن بالفترة الحالية يعني حتى ما نشهده خلال الأسابيع الماضية فعليا نفس الحركة بمختلف المؤشرات، إن كان بمؤشر دبي شفنا من بعد قصة سوريا عملية تراجع جدا كبيرة، رجعنا شفنا ارتداد، معظم المؤشرات لم تصل إلى ما قبل تراجع سوريا، فبالتالي عم نشوف نفس المشهد إذا بدك بمختلف المؤشرات الخليجية. نحن برأينا الشخصي بالأسابيع القادمة نتوقع أنه في مخاطرة عالية، ولكن من بعدها ستشكل يعني في حال شهدنا عملية تصحيح صحية جديدة هذه ستشكل فرصة شراء جدا قوية، ونتوقع من بعدها يصير في اختراق لل 10,000. نعم، سنستمر في هذا الحديث، ولكن قبل ذلك دعونا نعود إلى بعض